بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركنا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لأمر إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا زلنا في كتاب السماع والوجد، وقد ذكر الإمام الغزالي عن السماع أنه له حالات يحرم فيها: عارض في المسمع، عارض في آلة السماع، عارض في نظم الصوت، عارض في نفس المستمع أو في مواظبته، وعارض في كون الشخص من عوام الخلق، لأن أركان السماع هو المسمع والمستمع وآلة السماع. والعرض الأول أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة في سماعها، وفي معناها الصبي الأمر الذي تخشى فتنته، وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة، وليس ذلك من أجل الغناء، بل لو كانت المرأة بحيث يفتن بصوتها في المحاورة من غير إلحان فلا يجوز محاورته ومحادثته. بعض الناس تتكسر كذا، يعني الصوت والحركة والإيماءات، يعني الحال، نعم، حتى من غير ألحان. ولا سماع صوتها في القرآن أيضا، وكذلك الصبي الذي تخاف فتنته. والكلام للإمام الغزالي رحمه الله. فإن قلت: فهل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما للباب درءا لشبهات، أو لا يحرم إلا حيث تخاف الفتنة في حق من يخاف الفتنة؟ قال رحمه الله: فأقول: هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان، أحدهم أن الخلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام سواء خيفت الفتنة أو لم تخف، لأنها مظنة الفتنة على الجملة، فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات إلى الصور. خلوة؟ لا، واضح القضية. لا تقول أنت: أنا طبيب مثلاً نزيه ورع، ولا تقول أنا محامي، لنا أيضا قد يخلو بها، ولا كان من مكتب محاسب، أنا أعرف بعض في العالم، يعني من سنوات من كذا، أحد المحاسبين تزوج سكرتير، جزاك الله خيرا، اللي عنده في المكتب حلال. لكن القضية إنه كيف، يعني أعجبت، موجود عنده في هالمكتب، مدام حلال ممتاز، مدام حلال إيش ممتاز، لكن الأصل فيها طيب. وأحد أساتذة السياقة في الأخير، يعني واضح جدا تزوجها حلال، لكن كم واحدة بدك تتزوج انت؟ كم؟ وبعدين؟ والثاني أن نظر الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة، فلا يلحق الصبيان بالنساء في عموم الحسم، بل يتبع فيه الحال. وصوت المرأة دائر بين هذين الأصلين، فإن قسناه على النظر إليها وجب حسم الباب، وهو قياس قريب، ولكن بينهما فرق، إذ الشهوة تدعو إلى النظر في أول هيجانها، ولا تدعو إلى سماع الصوت، انتقل كان في صوتها، ولو صوتها أجش، لو صوتها إيش خشن، يعني تريد أن تنظر إلى الصورة. فرانس فانون الذي كتب البؤساء، هذا في توفي في 1959، قال عن حجاب المرأة، لكن حجاب هنا بمعنى الحقيقي، قال أن المستعمر، وكلمة مستعمر على مستوى اللغة خطأ، لأنه لم يجئ للعمارة، يعني ما فعله المستعمر بقرب برين من حرق لأشجار الزيتون مثلا، وقطع أشجار الزيتون، وسرقة الزيتون، وسم الزيتون، هذا ليس عمارة أرض، هذا ليس عمارة أرض، مستخرب. قال عن المستعمر، قال عن الكولونيالي: يريد أن يخلع حجابها لأنه يريد أن يصل إليها، يريدها بالقرب منه،
يريد أن ينالها. أي لا مسلم لكن عارف شو القصة، كل القصة. طب كل هالمالية اللي عندك داير وراء هال، خلي شو بدك فيها؟ وسنصل إلى إبليس عما قليل إن شاء الله، نصل إليه مواصل لنا، ربنا يحفظنا جميعا. وصوت المرأة في غير غناء ليس بعورة، فلم تزل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال في السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغيره، ما كان في هذا الحاجز المعنى أنه المطلق، كان يحدث بعضهم بعض. اليوم كان الشراء وبيع، ولكن للغناء مزيد أثر في تحريك الشهوة، فقياس هذا على النظر للصبيان أولى، لأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب كما لم تؤمر النساء بستر الأصوات، فينبغي أن يتبع مسار الفتن ويقتصر التحريم عليه، وهذا هو الأشبه الأقيس قياساً عندي عند الإمام الغزالي. ويتأيد بحديث الجاريتين المغنيتين في بيت عائشة رضي الله عنهما، وكان يوم عيد وهو حديث متفق عليه، إذ يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوتهم ولم يحترز منه، كان يغطي رأسه صلى الله عليه وسلم، ولم يكشف إلا حينما اعترض سيدنا أبو بكر الصديق على غناء الجاريتين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن الفتنة مخوفة عليه فلذلك لم يحترز. وقلنا أن الإنسان في قضية الاحتراز يقول في الفقرة التالية، يقول الإمام الغزالي: فإذن يختلف هذا بأحوال المرأة وأحوال الرجل في كونه شابا أو شيخا، ولا يبعد أن يختلف الأمر في مثل هذا بالأحوال، فإن نقول للشيخ أن يقبل زوجته وهو صائم، وليس للشاب بذلك، لأن القبلة تدعو إلى وقاع في الصوم وهو محظور، والسماع يدعو إلى النظر والمقاربة وهو حرام، فيختلف ذلك أيضا بالأشخاص. واختلف الناس في القضية هاي، قضية مثلا الزواج في رمضان حلال حلال، تقول لعله يؤقت للمسألة بعد رمضان مثلا. مما أذكر أن أحد الدعاء الأفارقة السود في أمريكا الله يجزيه الخير قال: انظر إلى الشاب المسلم يتزوج في رمضان، يتزوج في رمضان فيصبر نهار رمضان. تقول: طب شو يعني؟ ما انت عارفين. قال: وإن صبر على زوجه، شباب صغار تزوجا عندهم ليل ما عندهم نهار من ناحية فيه رمضان، قال: فهو أصبر على الحرام. الذي يصبر على هذا الحلال فهو أصبر على إيش؟ أصبر على الحرام. العرض الثاني في الآلة بأن تكون من شعائر أهل الشرب أو المخنثين، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة، فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة، كالدف وإن كان فيه الجلاجل خرخيش هذول، وكالطبل والشهين والضرب القضيب وسائر الآلات. أن تكون من شعائر أهل الشرب حتى ولو لم يشربوا، بعض الموسيقى حتى في أمريكا حذروا بعض المغنين، عرفوا أنه بعض الموسيقى أصبحت اليوم وكأنها مخدر، هم صنفوها، مش بعرفني، صنفوا بعض أنواع الموسيقى، ولا نعمم بعض الموسيقى، يعني قال العلماء على ثلاثة، أو كلام العلماء يمكن صنف على ثلاثة يعني أقوال. قال بعضهم حرام في غير الدف وإلى آخره، وقال بعضهم بحله، علل حديث المعازف، وقال بعضهم يعتمد على حال الشخص، فإن حرك فيه شهوة والسماء حرك فيه شهوة فهو حرام فيه في حقه، وإن لم يحرك فيه السماع إلا أن يذكر الله عز وجل. يعني منهم من يقول، هذا يقولون وكأن الناي يذكر، وكأن الناي يتحدث، يعني مثلا بعض الناس قد يعترض على الذكر مع الحركة إلى آخره،
والقضية الأساسية التي تحدث ها هنا هي زحزحة الوعي. لكن ألا يكون زحزحة الوعي فتصبح تتلذذ أنت بما تفعل بالحركة نفسها وبالصوت نفسه، والأصل فيها أن يكون ذكرا لله عز وجل، مما يقع في قلبي أنه يمكن أن يختزل اسم الله عز وجل، لفظ الجلالة يختزل، فلا يقولون الله، وقد ورد الذكر بالاسم المفرد في الحديث حتى لا يقال في الأرض إيش الله الله. طيب كيف يختزل؟ يعني يصبح مثل آه، يصبح إيش كأنه صوت، كأنه إيش صوت. لا، الأصل فيها طبعا، أنت لو جيت تتلو القرآن الكريم على يد مقرئ يعلمك القراءة والأحكام، يقبل منك أن لفظ الجلالة، يقبل منك مثلا التفخيم في غير موضعه والترقيق في غير موضعه، لا يقبل منك هذا في الترقيق والتفخيم، فما بالك بحذف الحروف. لا إله وقد رأينا من يعني مما ينده للجميع، مما ينده الجبين من تصرفات في مقام النبي موسى، من استخدام المقام وفيه مسجد لحفل لما قد ينطبق على هذا العرض الثاني. والثالث في نظم الصوت وهو الشعر، فإن كان فيه شيء من الخنا والفحش والهجو أو ما هو كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة رضي الله عنهم، كما رتبه الروافض، كما رتبه الروافض في مجالس العزاء عندهم طول السنة، الرادود يقول كلاما حزيزا، المقام العراقي غالبية شيعة العرب يبدأ أنهم في العراق، والمقام العراقي حزين، فالرادود يعني يدخل الحزن إلى قلب السامع، يبكيك على وجه الحقيقة، والكلام مرفوض، والكلام ماله مرفوض، كذب فيه، كذب مثلا على سيدنا أبو بكر الصديق أنه لطم السيدة فاطمة وأنها طرحت كانت حاملا، هذا مما لا يصح أبدا. سبحان الله، سبحان الله، أصدق الناس موقفا مع سيدنا صلى الله عليه وسلم مع الدعوة طول عمره، يعني منذ الصغر سيدنا أبو بكر الصديق ذلك الإنسان رقيق القلب الحال النفس. ستنا عائشة ماذا قالت حينما أمرنا سيدنا أبو بكر الصديق هو الذي يؤم الناس في الصلاة في مرضه صلى الله عليه وسلم؟ قالت أنه رجل بكاء، يعني بالحق يعني يقرأ كلمتين اللي هو يبكي، ومع ذلك في حروب الردة يعني دائما كان شخصية قوية، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصية قوية جدا، هو الذي هاجر نهارا نهارا، نعم سبحان الله، وانعكس هناك الموقف، يروح سيدنا أبو بكر الصديق بعد كل هالعمر زي بقولها حنا بالعمي أجيب آخر أخربها يعني، الله يهديكم. آمين للحاضرين، وإن كنت أعني به الروافض يهدينا جميعا. قال أو ما هو كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم كما رتبه الروافض، وكلمة الروافض هم رفضوا خلافة أبو بكر الصديق، ورفضوا خلافة عمر، ورفضوا خلافة عثمان، ورفضوا خلافة الأمويين، رفضوا. وكلمة الشيعة هي مظلة، هي مظلة فيها الاثنى عشرية، قالوا باثني عشر إماما، وفيها السبعية الإسماعيلية الخرمية الكرمية، لهم أسماء كثيرة جدا لأنه اختلفوا قليلا داخل هالمدرسة هاي، وقالوا بسبعة أئمة، والزيدية وهي أقربهم إلى أهل السنة ومنهم علماء أكابر، وقالوا بخمسة أئمة
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وما بدأ كموقف بسيط جدا وإن كان في أثره عظيم من ناحية من يكون الخليفة، إلا أنهم زادوا كثيرا وابتعدوا كثيرا، والإسماعيلية ابتعدت حتى خرجت، يعني ما سمعت أحد من العلماء يقول أنهم بقوا بصورة أو بأخرى في دائرة إيش، في دائرة الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلم. وكذلك ما فيه، نعم قال كما ارتبوا الروافض في هجاء الصحابة وغيرهم فسمع ذلك حرام بألحان وغير ألحان، والمستمع شريك القائل، المستمع شريك القائل. وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها، فلا يجوز وصف المرأة بين يدي الرجال. وأما هجاء الكفار وأهل البدع، ولعلي أقول الحربي، لأنه جار مثلا، جارك مثلا كتابي مسالم لا يصدر عنه إلا الخير في المعاملة، تروح تسمعه هجاء الصبح ومساء وظهر مثل وجبات، هذا لا يصح. فذلك جائز، فقد كان حسان بن ثابت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهاجي الكفار، وأمره رسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أهجهم هاجهم وروح القدس معك وجبريل معك. فأما النسيب الذي هو التشبيب بوصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء، فهذا فيه نظر، والصحيح أنه لا يحرم نظمه وإنشاده بصوت وغير صوت، وعلى المستمع ألا ينزله على امرأة معينة، وإن نزله نزله على من يحل له من زوجته وجاريته، فإن نزله على أجنبية فهو العاصي بالتنزيل وإجالة الفكر فيه. يصير يسمع وتفكر في فلانة وعلانة. ومن هذا وصف ينبغي أن يجتنب السماع رأسا، فإن من غلب عليه عشق نزل كل ما سمعه عليه، سواء كان اللفظ مناسبا له أو لم يكن، إذ ما من لفظ إلا يمكن تنزيله على معان بطريق الاستعارة. فالذي يغلب على قلبه حب الله تعالى يتذكر بسواد الصدق مثلا ظلمة الكفر، وهنالك ظلمة، لا تحدث على الألوان، لا أتحدث على لون الجلد، هنالك ظلمة. وبنظارة الخد نور الإيمان، وبذكر الوصال لقاء الله تعالى، وبذكر الفراق الحجاب عن الله تعالى في زمرة المردودين، نعوذ بالله من ذلك. وبذكر الرقيب المشوش لروح الوصال عوائق الدنيا وآفاتها المشوشة لدوام الأنس بالله تعالى. يعني مثلا عندك حاجز عسكري ولا شيء، المهم ألا تحجب عن الله عز وجل، لا تستطيع أن تصل اليوم، وإن شاء الله في الغد تصل، المهم أن تصل إن شاء الله إلى الجنة. وكأنه يعني لعل الكلام بحاجة إلى، وكأن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سئل متى يأمن المسلم، متى تصل إلى الأمان الحقيقي، قال حينما يكون الصراط خلفه، لما تمر على الصراط للجنة، يعني موقعك في النار، وقتها إيش نفس الصعداء، وقتها أحس يعني حس بالأمان على وجه إيش الحقيقة. وإلا كل الإنسان يظل يعيش خايف من على الرزق، وخايف على الولد، وخايف على البلد، وخايف خايف خايف، بدنا أن يبدل إن شاء الله، يعني خوفنا أمنا. سبحان الله، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا هرم ماسلو، هرم إيش ماسلو، يعني الإنسان عنده حاجات في قضايا ضرورية، طعام ضروري جدا. انت سأل لو كل لوحات وأعمال ليوناردو دافنشي كلها عندك في الجيبة،
واحتجت طعام، ماذا تفعل باللوحات؟ شو بدك تسوي فيهن؟ وعندك طن ذهب راحت فيك، راح فيك اليخت اللي انت محمل فيه مهرب هالذهبات الى جزيرة مقطوعة وخرب، وما حدش واقف على الجزيرة هاي، وما فيش فيها لا مية ولا طعام، شو تسوي فيهن الذهبات؟ احملهن وصفتهن على الشط على الرمل واكتب فيهن استغفر الله. لأن الواحد شو طلعنا في الرحلة، صاحب لنا الله يجزيه الخير، أطلعنا مرة في رحلة في هالمحيط، المحيط الهندي، وهالدلافين إيش بتسابق في القارب، سبحان الله، ورأينا الطيور التي إيش مثل الصواريخ تنزل طلبا للسردين. لكن ليس هذا الذي أحدثكم عنه، أحدثكم عن الشاطئ. نحن نبتعد، القضية نسبية، والشاطئ يبتعد. أكيد الذي على الشاطئ ينظر إلينا، رآنا من ناحية حجم نصغر أكثر فأكثر فأكثر، يعني تقل تصغر الصورة، وما على الشاطئ بدأ يصغر ويصغر ويصغر حتى اختفى. في الحالة هذه، في الرحلة هاي، ورجعنا أول على آخر الحمد لله، وين؟ على الشاطئ. يوم الأيام مش بس تصغر شوي شوي مثل لمح البصر، هلا هي كلها وراك، البنك والبريد والسوق والخضر وسوق الجمعة والخميس والسبت كله تتركه أين؟ تتركه وراءك. قالوا بعض الناس سبق ذكرهم عملهم، سبق نورهم ذكرهم، وبعضهم سبق ذكرهم نورهم، وبعضهم تساوى عندهم النور والذكر، وبعضهم لا ذكر ولا نور، لا ذكر ولا نور. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد. ولا يحتاج في تنزيل ذلك عليه إلى استنباط وتفكر ومهلة، بل تسبق المعاني الغالبة على القلب إلى فهمه مع اللفظ، كما روي عن بعض الشيوخ أنه مر في السوق فسمع واحدا يقول الخيار عشرة بحبة، فغلبه الوجد، واحد بصير يفسر على خاطره وبقولوا المعنى في بطن الشاعر، لا، المعنى الآن أيضا عند السامع، يسمع إيش على كيفه. كم مرة طلبت منك زوجتك شيئا وأحضرت غيره، وتقول لك أنا قلت لك جيب كذا، وتقول أنا سمعتك بتقولي أنا جيب كذا، وجبت لها أنت إيش غير المطلوب، بصير لا بصير إيش، أو ما تسمعش من مرة، ويسمع ولكنه لم يكن ينصت. الخيار عشرة بحبة، يعني ملين فلس، فغلبه الوجد، فسئل عن ذلك فقال إذا كان الخيار عشرة بحبة فما قيمة الأشرار؟ ولا حتى بفلس ولا حتى بنقلة. واجتاز بعضهم في السوق فسمع قائل يقول يا سعتر بري، زعتر، احنا نقول زعتر، ببيع زعتر ايش بري، يا سعتر بري، فغلب عليه الوجد فقيل له على ماذا كان وجدك؟ يعني الزلمه بنادي على سعتر البري، وانت شو اللي سمعته؟ فقال سمعتها كانه يقول، سمعته كانه يقول اسعى ترى بري، اسعى ترى بري، وكانك اذا سعيت ترى برا من الله عز وجل سبحانه، لا اله الا هو. حتى إن العجمي قد يغلب عليه الوجد على أبيات المنظومة بلغة العرب، يعني بعض كأن بعض هل هو صحابي الذي وجدته زوجته وكأنه مع يعني جارية، ف
قالت له أن يقرأ، لأن أنكر، فقالت له أن يقرأ القرآن الكريم، فلو كان جنبا فلن يقرأ. فذكر لها شعرا يعني، فظنت أنه إيش، قال يقرأ القرآن. تدبر حاله، ما قال له هذا قرآن. قل الأعجمي، وشو الأعجمي؟ ما رب عربي، والعربي إيش؟ اللسان. رب عربي أعجمي، رب عربي أعجمي. يعني تفكروا شباب الصغار عندنا اللي بكتبوا بأحرف لاتينية ومحل الحرف العربي، الحاء مثلا، الحاء حرف رقم 7 مثلا، هذه لغة عربية. وبعد قليل الدكتور اسماعيل نواهضة كان في لجنة الماجستير، ماجستير الدراسات الإسلامية في جامعة القدس، وهذا غير ماجستير الفقه مثلا، دكتوراه في الفقه، هذا برنامج فكري. فممكن إنسان يكون طبيبا، يكون مهندسا، يكون كذا، ممكن أن يأخذ يدخل على البرنامج الماجستير هذا، يأخذ بعض المساقات الاستدراكية. يعني قلنا لن يتخرج إماما ولا قاضيا ولا مفتيا، فكر ولا بأس. فكان هنالك مقابلة، وقد قسمت المقابلة على إلى 4 أقسام. كان هو يفعل التالي، دكتور نواضة اللي هو إمام خطيب المسجد الأقصى، كان عميد كلية الدعوة، جزاه الله خيرا. فجاءت طالبة يوم الأيام تريد أن تلتحق بالبرنامج، وكان من عادته أن يفعل التالي، يقول هل تحفظ شيئا أو هل تحفظين شيئا من القرآن الكريم؟ طبعا الجواب ماذا؟ نعم، لا تخلو من ولو الفاتحة ولو الإخلاص. يقول الطالب اقرأ يعني من حفظك، يقرأ الطالب، قل حسبك أعرب. شوفوا الآن وصلت. يقول الطالب الآن إيش الذي قرأته؟ أعرب. فتلك الطالبة استمعوا ماذا قالت، أذكر من أي عائلة، قالت أنا، ومن أي جامعة تخرجت، قالت أنا تخصص لغة عربية، وأظن قالت بالعامية مش نحو يعني تخصص لغة عربية، تسأليش عن الإعراب، تخصصها لغة عربية. وبتقولوا بعدين ما معنى أعجمي؟ العجمة ضربت فينا، يندر أن تجد. الله يرحمك يا دكتور أحمد فهيم جبر، توفي منذ أيام، الله يرحم رحمه واسع، كان عميد كلية الأداب. قال لي هنالك أستاذ لغة عربية يدرس بالعامية، فكيف يكون؟ الله يرحم رحمه واسع. حتى إن العجمي قد يغلب عليه الوجد على أبيات المنظومة بلغة العرب، فإن بعض حروفها يوازن حروف العجمية، فيفهم منها معان أخر، الكلمة نفسها ولكن يعني في بعض اللغات يختلف المعنى. إلا أن هنالك باحث أبو غوش منذ سنوات وجد على الأقل حوالي 70,000 كلمة في اللغة الإنجليزية أصلها من اللغة العربية. أصلها من أي لغة؟ اللغة العربية. لما يكون عندك حضارة، إشعاع حضاري، حضور، مش قضية أنك موجود تحصيل حاصل، يكون لك حضور وأثر طيب على الكرة الأرضية، طبعا بده يدرس عندك ويعمل عندك ويأخذ من لغتك، بل تصبح اللغة المتداولة، لغة العلم تصبح اللغة العربية كما كانت. نعم. فمرات يعني هكذا للتندر حينما تحدث إلى بعض الأعاجم اللغة الإنجليزية مثلا، أقول لهم إن أحلى كلمة في لغتكم كلمة سكر أصلها عربي. والحديث تتم إن شاء الله. أحسنت أبو خلود، أحسن الله عليكم.